فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا وأطهر بدني بصلاة بوضوعي بركوعي بخشوعي يوما ألقى الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي وأطهر بي برضا الله للفقراء المساكين وأعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين السلام عليكم.